نكذبش عليك، انا كي نكون في السياره نحس روحي انا في الطياره. انا نبيل مينا، سائق سياره الاجره من ولايه الوليده. كانت سيارة الأجرة كانت عندهم شخصية، كانت صورة واضحة تاع سيارة الأجرة، كان عنده لباس القبعة والقفازات. وانا هذه المهنه هذه انا درتها كما نقولوا حبيتها، وكي درتها عن قناعه، ودرتها باش نعاود نحيي الصوره اللي كانوا عايشين عليها مالينا بكري. الو كي دخلت في مجال النقل وهي سياره الاجره، قررت الهدف تاعي البيت تاعي نوصل باش ندير تحفة شابة مليحة، باش الإنسان باش علاه الزبون كي يركب معاك يركب مرتاح، يركب محسوب ساتيسفي. ما نكذبش عليك، أنا كي نكون في السيارة نحس روحي أنا في الطيارة، راني في الطيارة باسكو علاه تكون عندك مسؤولية. احنا مالاش كيما قال لك مالاش نتاحلو شخصيه ولا نقلدو كش واحد، لا هذا حلم تاعي هو اللي وصلني هكا، وحبيت نلبس هكايا. وكي يكون لابس هذه البدله نفتخر انني جزائري. نتمنى لكم ان شاء الله التوفيق والاحترام متبادل من عندي من هذا الباب، وربي يحفظكم.